قررنا ان احنا نعمل جروب يعني كده احنا مطبعه كده نمشي في الشارع مش عارفين نعمل اي حاجه. ابتدينا معاه والجروب ده حوالي 3 أكبر دلوقتي، ده يعني من احسن الجروبات في مصر. هي احسن حاجه فيه انا من وجهه نظري انا يعني الصحاب، يعني اللي احنا معتمدين ان الجروب ده صحاب وليس جروب سكلات.